من حيث طراز الأثاث، كان لكل أمة طابع فني خاص بها تتميز به، فلا يتغير هذا الطابع ويبقى أصيلا لا يتأثر بما يتولد من فنون أخرى، لأنه الرمز التراثي الفني والمرجع التاريخي للأمة، فتعكس صورة حضارته ككفاحهم من أجل الطمأنينة والسلام، فتلفهم عوامل العزم والجد، ودوافعهم وسلاحهم الكفاح والمثابرة من أجل العيش، فإنتاجهم يعبر عن صدق تعبيرهم عما تكنه الطبيعة من أسرار وما تنطق به من جمال. فلما أراد الإنسان أن يتجمل ويتزين، كان مصدره ووحيه وإلهامه من الطبيعة، فزين مكانه وسكنه في الكهوف والمغاور، فنجح في الزخرفة والتزيين. فتعاقبت على مر العصور حضارات مختلفة في معظم أرجاء العالم، واتخذت مظاهر متميزة ومتعددة، وفي يومنا هذا تتميز الأمم عن بعضها في فنونها التي دفعتها لها حاجتها ومستلزمات كيانها. فنجد أن الأثاث يرتبط ارتباطا وثيقا بحياة الإنسان، فقطع الأثاث القديمة يصعب علينا الحصول عليها لارتفاع ثمنها، فيقتصر وجودها إلا في المتاحف أو الأماكن جمع القطع التاريخية. فالفنون بشكل عام تنقسم إلى 6 مجموعات: المجموعة التي تكون فنون التاريخ البدائية، الإنسان الذي عاش بعد ذلك في المجتمعات المماثلة لعصر ما قبل التاريخ، ويبدو أن هذا الإنسان كانت درجة تأثره بالقوى الطبيعية المحيطة به كبيرة، فقد كون أساطيره ومعتقداته المختلفة التي تعددت وتعددت آلهته كعبادته للأحجار والحيوان والنبات إلى آخره. فإن الزخرفة البدائية كانت طرازا كاملا مستقلا ومتشابها في خصائصه في جميع بقاع الكون، بسبب سيطرة العقائد والخرافات وتشابهها معا في مختلف الحضارات، وكانت يعني رموز طابع رسمي وديني، لأنها نشأت لخدمة الإله والملك، الآلهة المتعددة والملوك. الاختلاف بين الأثاث لا يقتصر فقط على الطراز المعين الذي تعود إليه أو أشكاله والمواد التي صنعت منه فقط، بل الاختلاف يكون بالنسب والقياسات والاستخدام، وهذا ما كان يخص الأثاث ويطورها عبر العصور في الحضارات. فالأثاث الذي كان سائدا في أغلبية هذه الحضارات كان يتميز بالضخامة والمبالغة في الزخرفة ونقشه وحفره ونسب أجزائه، لأن الهدف من تصنيعه لم يكن للراحة والجلوس والتخزين، فأنواعه كانت لخدمة الآلهة والملك، إضافة إلى محاكاة الطبيعة والزهور التي كانت سائدة في كل عصر. وخير مثال على ذلك موجودة في مقابر الملوك الفراعنة، الأماكن الأثرية من الأثاث الذي يحتوي على النقوش والزخارف المحفورة والمزينة بالذهب، خدمة للملك وإرضائه وأسرته، ووفقا أيضا لمعتقداتهم التي كانوا يحملونها ويقدسونها. سأتكلم عن نشأة الحضارة الأشورية والبابلية في وادي دجلة والفرات. وأولى هذه الحضارات هي السومرية، فسكن شعبها الجزء الجنوبي من العراق، حيث كانت أرضهم طينية من الطمي الذي ترصب من نهري دجلة والفرات. وقد جاءت الحضارة الأكادية لتسير على نهج الحضارة السومرية، وبعدهم جاءت الحضارة الآشورية والبابلية، وهي من أعظم الحضارات، وقد تأثر الآشوريين والبابليون في فنونهم بطبيعتهم البحرية القاسية، حيث أن رسوم الأشخاص كانت ذات طابع خشن ومبالغ فيه من حيث إظهارهم لملامحهم وعضلاتهم،
ولقد بلغت آشور أوج مجدها عام 700 قبل الميلاد على يد سارغون الثاني الملك ثارغون الثاني الذي بنى قصر شاروكين العظيم، وعلى الجدران الداخلية أروع الأمثلة على فن التصوير الآشوري، ومن المدن العراقية القديمة التي حظيت بآثار تاريخية قديمة مدينة بابل التي كانت عاصمة البابلية الحديثة، وقد أعيد بناؤها في عهد الملك نبوخذ نصر الثاني من مظاهرها البارزة في ذلك العصر، الطريق المقدس الذي كان يخترق المدينة من شمالها لجنوبها. ومن المعالم التي أحدثها في مدينته بوابتها الرئيسية التي أطلق عليها بوابة عشتار، وكان لهذه البوابة مدخلان يحيط بهما برجان مزخرفان بعدد كبير من رسومات الثيران وعددها 575 ثور. فكانت هذه المنطقة تعرف قديما يعني بلاد الفرس سنة 2900، فقد قلدوا البابليون وقد البابليين وقد كان للفرس قوم محاربين غلاظ في معاملتهم وأصحاب أبها وعظمة، فلذلك قد تأثروا بالأشوريين والبابليون في فنونهم. فقد تأثر البابليون والأشوريون بطبيعتهم القاسية، حيث أن رسوماتهم للأشخاص كانت ذات طابع أو ذا طابع خشن مبالغ فيه، ويعني كإظهار العضلات واللحى اعتقادا منهم لأن ذلك يرمز لرجولتهم وخشونتهم، إضافة لبعض المعتقدات الدينية الخاصة التي تجلت في نقوشهم وزخارفهم. فالتنقيب عن هذه الآثار الحضارة لم يكشف سوى القليل عن قطع الأثاث الكاملة، إلا أن ما وجد في مصوراتهم الجدارية، ما جاء في الدراسات عن هذه الحضارة يدل على اهتمامهم باقتناء الأثاث وزخرفته واستخدام الأخشاب التي استوردوها من أقطار أخرى وطعموها بالقشرة الثمينة والرقائق المعدنية وزخرفوها بالعاج والأحجار الكريمة، واستخدموا المعادن المسبوكة في صناعة بعض أجزائه. ومعظم قطع هذه أو هذا الأثاث كانت تحتوي على أشكال تقليدية التي تمثل مخالب الأسود، مربعة القطع تزدان بزهريات النرجس والجندول وتقوى بعوارض أفقية. كانت عمارة العراق القديم متأثرة تأثيرا كبيرا بجغرافيته من حيث طبيعة الأرض، نوع التربة والمناخ. ففي بداية العصر كانت الحضارة تتركز في السومريين الذين كانوا يسكنون الجزء الجنوبي من العراق، حيث الأرض طينية تكونت من الطمي الذي ترصب من النهر دجلة والفرات وعند مصبها، وقد أدى ذلك إلى استخدام اللبن المجفف في الشمس ضرا لعدم وجود الأخشاب والحجارة، حيث استخدم اللبن في تسقيف المباني والقباب. والشعب العراقي شعب مدني بطبعه، حيث كان يقوم بتأسيس المدن وتعميرها من آلاف السنين. ومن المدن القديمة منها مدينة آشور، ترجع نشأتها إلى العصر السومري، وكانت مبنية على ربوة صخرية يحيط بها دجلة، وكانت محصنة تحصينا قويا، ويرتفع فوقها عدد من الأبراج المدرجة، وكانت مبانيها من الطوب. ومن المدن العراقية القديمة التي حظيت بآثارها التاريخية القديمة مدينة بابل التي كانت عاصمة الإمبراطورية البابلية الحديثة، وقد أعيد بناؤها في عهد الملك نبوخذ النصر الثاني، وفي مظاهرها البارزة في ذلك العصر الطريق المقدس الذي كان يخترق المدينة من الشمال إلى الجنوب، وكانت تسير فيه الاحتفالات البابلية. وكان هذا الطريق يرتفع بمقدار 13 متر فوق مستوى الأرض، وكان مرصوفا ببلاط من الرخام الأحمر والأبيض، ومساحة كل بلاط حوالي متر مربع. وكانت المنازل المحيطة بالطريق تكسى بالطوب المطلي اللامع بألوان زاهية.
لم يكن للقبر أهمية في العراق القديم مثل ما كانت له في مصر القديمة نظرا لاختلاف المعتقدات الدينية بينهما، ولقد حل محله المعبد أو القصر، ويعتبر المعبد عنصرا معماريا هاما في العراق القديم، ومما دل على ذلك الدراسات القديمة للصور والرسومات التي تمثل بعض المعابد والأبراج، حيث كانت تقام المعابد على مر الزمان في نفس المكان الذي بني فيه المعبد الأول احتراما للقداسة الموضعية للمكان. فإذا ما تهدم المعبد القديم كان العراقيون يقومون بهذه الأنقاض وردمها، ثم يبنون فوقها مصطبة كبيرة وهي عبارة عن قاعدة المعبد الجديد. معظم المعابد مزدانة بالفسيفساء المختلفة الألوان. من الوحدات الزخرفية الهامة عند الأشوريين اللوتس، الزهرة الأشورية وبرعمها، وزهرة الأنتيمون الأشورية وبراعمها، والزهرة الأشورية الروزيت أو زهرة البابونج، والقرص الشمس المجنح الأشوري، والأسود المجنحة ذوات الرؤوس التي ترمز للقوة والبطش. فالأشوريون يميلون إلى الضخامة والمبالغة في التفاصيل بسبب طبيعتهم الحربية لغزارة الشعر واللحى واللحى والضخامة في العضلات. فقد استخدم الأشوريون زهرة البشنين من زهور اللوتس وميزوها بالضخامة في التفاصيل والأوراق. وقد استخدموا زهرة الأنتيمون، وهم أول من استخدمها، وقد استخدموها في زخارفهم ولرسم كذلك شجرة الحياة المقدسة في نقوشهم، واستخدموا وامتازوا باستخدام القباب في مبانيهم التي كانت من الطين المحروق. استخدموا زهرة الروزيت المستديرة كذلك في زخرفتهم. امتازوا باستخدام القباب في مبانيهم التي كانت تصنع من الطين المحروق، وكانت تيجان أعمدتهم تماثيل حيوانية مختلفة وتمثل معتقداتهم. سنقارن بين زهرة اللوتس المصرية والأشورية. قد تختلف اللوتس الأشورية عن اللوتس المصرية بضخامة أوراقها والمبالغة في انحناء أطرافها وفتحاتها الواسعة والخطوط المزدوجة المحددة للأوراق والمحددة لكأس الزهرة في انفتاحها كذلك. فتحات الزهرة أيضا، فتلون الأشورية بالأزرق والأبيض والبني، بينما تلون الزهرة المصرية بالأخضر والأصفر واللون الأحمر. من الأثاث الأشوري والبابلي القديم لم يكتشف إلى القليل جدا للأسف، معظمها مزودة برؤوس الأسود والثيران في أطرافها وقواعدها، أو محفورة برسومات في أواسطها تمثل الخيول والآدميين، وهذا وصف موجز لبعض قطع الأثاث التي عرفت أشكالها وتفاصيلها كاملة. الكراسي والمناضد كانت يعني تحتوي وسطها قوائم على شكل زهرة اللوتس، والوجه بأشكال هندسية تحمل على أرجل مخروطية تربط بينها عوارض أفقية متعددة وارتفاعاتها متفاوتة، وبعضها يحمل أشخاصا ورؤوس حيوانات. وقد كانت الكراسي متينة. سرير النهار الذي له أربعة قوائم مخروطة متصلة معا بعوارض، وله متكأ مقوس ليستند عليه الرأس ويغطى بفرش مكسوة بأقمشة وأغطية فاخرة ومزخرفة. والسرير الليلي الذي يشبه سابقة في تكوينه ويحوي بدلا من المتكئ في تكوينه ويحوي مظلة مقوسة تغطي رأس النائم وتحويه، وتطورت هذه المظلة في الحضارات المتعاقبة حتى أصبحت على شكل سقف كامل تتدلى منه سائر تغطي السرير. ومن أهم ذات الفنون الأشورية أنهم أخذوا زخارفهم من الطبيعة كالأشكال الآدمية
الحيوانات المتوحشة كالأسد والثور، ويظهر ذلك على جدران المباني وفي الرسوم الزخرفية والخزفية، ويعني التي تظهر فيها المبالغة في التفاصيل الآدمية كالعضلات وكإبرازهم لعضلاتهم.